وأذية الجار إثمها مضاعف، وقبحها أكبر من أذية غيره. جاء عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، فقالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة فقالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لأن يزني الرجل بعشر نسوة، والزنا بامرأة قبيح جدا، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وليس المقصود التهوين من الزنا بامرأة بعيدة، ولكن المقصود التغليظ في الزنا بامرأة الجار، وكذلك في السرقة.